التعاون الدولي هو العنوان الذي أضاء جهود العالم أجمع في مواجهة جائحة كورونا، ولعل من أهم وأبرز أمثلة تلك التعاون هو ما جمع مصر والمملكة المتحدة، حيث رسمت الدولتين نموذجاً يحتذى به في التضامن وتضافر الجهود من أجل الإنسانية. وها نحن نستقبل شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مقدمة من الحكومة البريطانية. أنا مبسوط جداً وبشهد هنا وصول 4 ملايين جرعة اللقاح أكسفورد أسترازينيكا ضد الكوفيد، وطبعاً مثل ما تفضلت بالقول دي تعتبر من أكبر الشحنات اللي عملناها عن طريق كوفاكس، وأكبر شحنة اللي بعتناها للمصر عن طريق كوفاكس، آلية كوفاكس. طبعاً أنا مبسوط جداً لسبب أنه عن طريق اللقاحات دي الوسيلة الأساسية للقضاء على جائحة الكورونا، فلهذا السبب علينا مصر وبريطانيا مع بعض أن نعزز شراكة، وإن شاء الله هنقضي على الجائحة. فيعني الموضوع بسيط جدا، الناس عايزين تسافر سافر وتتقابل ويعني تعيش حياة بحرية ومن غير خوف من الوباء، ولذلك يعني الحكومة البريطانية بتشجع تطعيم، وعن طريق التطعيم يعني دي الوسيلة، دي الطريق للحرية ولعدم الوجود الخوف. بهذا السبب والحمد لله عملنا بحملة التطعيم، وهنا في مصر برضو الحكومة المصرية عملت حملة التطعيم، وتهانينا لمصر بهذه الحملة القوية، وصلنا لدرجة أن من الممكن من 11 فبراير القادم أن الحكومة البريطانية هتشيل كل القيود وكل العواقب على السفر، إلا بس استثناء الاستمارة البسيطة الباسنجر فورم، بس مش هيبقى فيه اختبارات، مش هيبقى فيه أي قيود إضافية للسفر، مؤتمر من 11 فبراير المقبل. الأزمات والجوائح تظهر مدى قوة العلاقات بين الشعوب، والتي تتجلى في السعي لتحقيق التوزيع العادل للقاحات بين كافة شعوب العالم.